احنا بحال عباد الله كنشاركوا في هذا دابا شحيدوا علينا هذا الشيء، لان حتى حنا كنتسوقوا، حتى حنا كنساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، حتى حنا كنمشيو للمارشي، حتى حنا بزاف المسائل، ماشي حنا بوحدنا منعزلين ما كنمشيوش للمارشي، حتى حنا كنمشيو للمارشي وكناخذوا كل شيء وكان هذا، ولكن بالله راه شحال من عام هذه عمرنا ما استفدنا، ما عمرنا التقاعد ولا دار شي حد وشاف الجيتات للناس، وسيرتو أغلبية المتقاعدين تقريبا لي دوتيير ولا لي تروكار ديال المنضة ديالو كتمشي له غير في العدوية، كلشي المتقاعدين ما خرج، ها لي ديابيتيك، ها لي كارديو، ها لي أزماتيك، ها لي على الأقل يشوفوا جهتنا شوية، حتى حنا راه مواطنين مغاربة، ما عندناش عندنا الغيرة على الوطن، وعندنا الغيرة داو تحت اللواء سيدنا الله ينصرو حتى هو سميتو، حنا مغاربة جميع النواحي، حتى حنا كنحاولوا بلادنا كما بغيناش تقاس، حنا المغاربة 200% ماشي 100%. ايوا هادشي اللي عطى الله فهاد الساعة، المطالب ديالكم، المطالب ديالنا تشوف فينا الحكومة وتشوف فينا الدولة، حتى حنا في زيادة، لأن حتى حنا كنطلبوا زيادة وكنطلبوا باش حتى حنا نستافدوا من جميع المسائل اللي كيستافد بها القطاع سميتو لي اون اكتيفيتي اللي خدامين، راه حتى حنا كنمشيو كنتسوقوا، هذه هي المطالب ديالنا. وهذه القضية ديال الإدماج ديال الصناديق لأن خصها تراعي المسائل، لأن كنا في الكنوبس ونوليو لا سينسيس راه كاين بزاف د الفوارق، حتى في لي رومبورسمون، لي رومبورسمون سي با لا ميم، الشروط ديالها كاين شروط اللي خصها تطبق، اللي ندوزو بالمسائل ديالنا، ماشي ندوزو من غير داك المسائل ديال لا سينسيس، خصنا ندوزو بالمسائل ديالنا د الكنوبس. وجودنا في هاد المناسبة هو إحياء اليوم العالمي للمسنين من جهة، ووقفة احتجاجية للتعبير عن الوضع الاجتماعي المتردي الذي تعيشه هذه الفئة على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بمعنى آخر التهميش الذي تعيشه هذه الفئة، وهو تهميش طال هذه الفئة منذ سنوات، بمعنى أنه ليست هناك أي عناية بهذه الفئة، بمعنى أن حينما يتقاعد الإنسان كأنه يعني لم يعد له وجود، أو كأنه لا ينتمي لهذا البلد الأمين، بمعنى آخر أن الحكومة في برامجها في مجملها لا تتوفر على أي بند من البنود أو برنامج من البرامج ديالها اللي كيخدم المصلحة أو كيعتني العناية بهذه الفئة وهذه الشريحة اللي كتمثل واحد الشريحة اللي هي طويلة. فبالنسبة للمستوى الاقتصادي، أي أن الدخل ديال المتقاعد ملي كيتقاعد كيبقى على حاله إلى أن يرحل إلى الدار الأخرى. رغم ارتفاع الفاتورة ديال الغلاء المعيشي، ولكن رغم الزيادة اللي أحيانا تحت الضغوطات ديال الشركاء الاجتماعيين، فمني كتمشي زيادة في الأجور الفئة النشيطة، هذه الفئة يتم إقصاؤها، بمعنى أن هذه الفئة ولو أن القفة ارتفعت لكن الأجر بقي على حاله، هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للتغطية الصحية، أنا كنعرفوا أن الإنسان مني كيصبح في واحد السن ديال الشيخوخة كيتعرض لواحد العداد ديال الحالات، لأن بمعنى أنه في رعاية ينبغي أن يعني خصوا واحد الرعاية، رعاية يعني اجتماعية، رعاية صحية، بمعنى أن الصحة ينبغي أن تكون بالمجان، لا يعقل أنه سنوات عمره وهو كيغطي الأداء وانخراط ديالو في الصندوق، وحينما يتقاعد في حالة ما إذا تعرض لشي حالة صحية خصو يمشي عند الطبيب، خصو يخلص، خصو يجمع الأوراق، خصو يجمع الأوراق عاد يدفع ويرجعوا له. سبب الوقفة طبيعة الحركة، كل متقاعد
اولا حنا مضرين الجنوبات، مضرين من ناحيه ديال كضحايا، حيث اجهز على تقاعدهم بمرسومين في 2017 فما فوق، ومتضررين ايضا بسماعنا لصندوق التقاعد الذي سيدمج مع صندوق اخر. نريد حقوقنا، حطينا فلوسنا وتقطعت لنا لمده طول سميتو العمل، سنين العمل. نريد تقاعدنا كاملا، نريد ان تسترجع الاموال المنهوبه. اين ذهبت الاموال المنهوبه؟ نريد ان تسترجع، ولهذا نحتاج اليوم ونرجو ان يكون صوتنا واصلا الى الحكومه، ونقول نحن هنا، نحن هنا دائما، نحن هنا حاضرون قلبا وقالبا.